هذا وتختلف طقوس إحياء الاحتفال باليوم العالمي للمرأة عند النسوة، حيث لا تزال حياة تعاني وأهلها في السكن داخل الإسطبل وتثابر رغم هذا لتكون امرأة صامدة راعية لأهلها. التفاصيل مع رفيقة خلف الله وإسماعيل المحبوب. صوت صياح الديكة بات مألوفا بالنسبة لعائلة السيدة حياة بعد أن تقاسمت هذا الإسطبل معهم ليصبح مأواها حين نفذت جميع السبل للحصول على مسكن يقيهم العرى. ظلمة هذا المكان ووحشته لم يثبطا من عزيمة حياة لتكون ربة بيت ناجحة، رغم أن هذا البيت لم تتضح أركانه بعد. من هذيك الدار اللي رابت ولا عايشين في كوري، حن عليا غير كما يقولوا فاعل الخير جاري كان مربي فيها الدجاج، خرج هذاك الدجاج دار له بلاصه مورانا وين داير الدجاج، وحنا راني عايشه فيه الطومبات حاشاك، فيه الفيران، فيه كل انواع الحيوانات اللي هنايا. كاين هذا الوقت اللي عايش في كوري ما كاش منها، ها وهذوك مازالت المأساة مازالت مستمره. حياة لا تحلم اليوم سوى ببيت يلمها وأهلها ويلملم جراحهم التي طالت. نطلب دار يعطوني دار يعني ندرك فيها أولادي، دار من نسحق من يعني مانيش طالبة المستحيل، طالبة الدار. ربي يفرج إن شاء الله. هو مشهد آخر من مشاهد المعاناة رسمت فصوله على قسمات عائلة بأكملها. كانت بطلته المميزة سيدة جزائرية تدعى حياة.